دابا عصير الحامضه طريت الحال هذا نقطع اول دابا الصفحه الصغيره نقطع الطرف الصغار ندير فيه كيلو 700 غرام ديال السكر في كل كيلو مثلا كيلو ديال الفراس ندير فيه 700 قهوه نديرو مع السكر نديرو مع الحامضه ندخلو للثلاجة سيبقالو 3 سوايع في الثلاجة سوايع في الثلاجة علاش باش الفراس الحامضه داك السكر كيطلع الماء ديالو كينسجم غدا 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 على ربع بالبيت تجي تحط على 8 ولا 6 حسب الفريز قداش مو الطرف يكون صغير باش دغيا يطيبوا لنا دغيا يمشيو في من بعد ما خلينا الفرز ديالنا الليله كامله كنشوف كيفاش النتيجه وطلع لي السكر وطلع الماء ديالو مع الفرز هنا فقط دابا نحيدو القشور ديال الحامض باش ان شاء الله نطيبوه ما كنش نحاول نحيدو القشور ولا كنشحيدو الفرز العصافي نحيدوها ونستعطروه وندوزو ان شاء الله الطياب ديالو كنشوف النتيجه كيفاش جات رائعه يعني هنا ما نطيروش نزيدو لا ما لا والو نطيبو فقط بالماء ديالو بما ننسى ما كنتمنى منكم تهودوا تضغطوا زر الجرس وتشتركوا في القناه اذا كنت اول مره كتشوفوا القناه ديالي كنتمنى يعني دعموني بلايك اللايكات ديالكم هي تحفيز باش ان شاء الله نزيد نقدموا الجديد في القناه كما كتشوفوا هنايا تقريبا نزيدوا واحد ملعقه ولا ملعقه ونص كبيره ديال الزبده اللي كتعطي شويه ديال البريونت وكتخلي الكوفيزي تجينا شويه اعقد كما كتشوفوا الفرز ديالنا تقريبا رطب هنا كاينه يعني عندكم الاختيار فاذا بغيتي في هذه المرحله تخليوه يعني بارك عليه طيب تخليوه شويه خفيف ولا زيد يعني بحال ديال دابا تقريبا انا خليته الزيت نشف مزيان حاش كيجي مني ناشف وكيجي بني خليته نشف هذا